1800 per il letto. او التزام، احنا كنا احنا مش شغالين عشان ايه اكزام خالص، فكرة نفسها ان احنا بنمرن نفسنا على ادفانس تكنولوجي. الموضوع سهل وبسيط. ليه بقول اسهل حاجه في سي سي اي دي؟ لان كل اللي اتغطى في سي سي ان دي راوتنج سويتشنج هو موجود في سي اي راوتنج سويتشنج بس من غير زياده. يعني تقدر تقول ان حجم الزياده ما بين ان دي سويتشنج واي دي سويتشنج 2% تقريبا ليس الا، لو انت كنت راجل بتذاكر كويس وبتعمل سيرش سي سي ان دي وبتقرا سيسكو دوكيومنتيشن وبتقرا كيس ستاديز على الكوميونتيز والبلاجز الموجوده على الانترنت، فانت هتقدر تقدر تقول لنفسك ان مفيش اي جاب خالص ما بين الاي دي وما بين الاي دي. المنهج بتاع دي هو منهج اي دي، الفكره بس ان اصبح الموضوع ميكسد شويه، بنرن تكنولوجي مع تكنولوجي مع تكنولوجي، بيبدا يدينا تكنولوجي كبيره فيها نسبه الايرور اعلى، ومحتاج ان واحد يكون مركز عشان يقدر يفولو الترافيك باث بدون ما يحصل معاه مشكله، ويقدر يسولف مشكله اللاير 2 دي بسهوله جدا. مهم جدا اللاير 2 تبقى كويس فيها، لان في سي سي اي لاب اكزام الموضوع هايريكال شويه بنسبه 90%، يعني ممكن تلاقي نفسك في مشكله عندك في اللاير 2 تفضل موقعه لك اللي هي جي بي اوست اف والدي جي بي والديستريبيوشن قدام، وتلاقي نفسك ما انتش عارف بقى المشكله فين لما تيجي تحل المشكله في الدي جي بي. فركز في الجزء ده. الاجزاء الجديده هنحاول على قدر الامكان رغم ان هي قليله جدا في ضمن ال 50 تاسك اللي هم بتوع السكشن باث سويتشنج، مفيش حق جديد الا ثلاثه او اربعه تاسك بس اللي هنتكلم عنهم، هنشرحهم مع بعض في كلير مود كده الفكره بتاعتها ونطبق التاسك على طول. خلينا نشوف في الورك بوك كنا وصلنا فين. اي ثينك ان احنا كنا اخر مره اتكلمنا عن بيلد راوتر اند ستيك، يعني طلعنا فوق كده شويه، كنا عرفنا الدايجرام اصلا شغاله ازاي وشفناها وعرفنا ازاي نستنتج منها الاكتيف سويتش بورت ونأساين الفي لانز والدايناميك سويتش بورت عشان الترانك بتاعتك. عرفنا الترانك هتبقى ماشيه ازاي. ايه تاني كنا وصلنا له؟ كنا اتكلمنا في الترانكينج نيتف في لان، قفلنا دي تي بي كومن نون ريشيت راوتر مستيت على راوتر 6، كنا عملنا تو سب انترفيسز وعملنا الترانك لينك بتاعته مع سويتش 2 ممكن يبقى في معانا مشكله. التاسك بقى اللي هننتقل له قال لك اريز الكونفجريشن وابدا كلير كونفجريشن، عشان هنتكلم شويه عن الفي تي بي بالمود بتاعته والبروننج والايثر شانل بنوعيها كانت لاير 2 او لاير 3، وهنقفل الفيديو على الجزء ده. فهنركز مفيش جديد هنقوله، مش بقول لك اقفل الفيديو قول لا، بس ان احنا هنقول كام تريك بوينت النقط لازم تكون انت واخد بالك منها والا ممكن تستارت معاها ما تعديهاش خالص من الاساس. التوبولوجي اللي هنشتغل عليها فين؟ هي دي التوبولوجي اللي احنا شغالين عليها، فاكرينها من الفيديو اللي فات وعرفنا ازاي استنتجنا التوبولوجي دي. انا حاليا برن اي او يو، اي هوب ان هي ما تطلعش مشاكل في بعض الارض، مش بعض الارض كتير بتطلع مشاكل واحنا بنعمل كونفجريشن. ساعتها انت محتار بقى المشكله في الشغل بتاعك انت ولا في التاسك اللي انت بتعمله، يعني انت عملت كونفجريشن غلط ولا ان الاي او يو نفسها اللي عامله مشكله. فهنشوف مع بعض هنتابع اتمنى ما يحصلش مشاكل. دي التوبولوجي بتاعتنا اللي هنبقى شغالين عليها، هي بالظبط نفس التوبولوجي شغال عليها الورك بوك على الريل ديفايس بتاعتها. دي اوريدي الانترفيس الواصله بتاعتها. عشان نوصل للتوبولوجي لو انت زي حالاتي يعني شغال باي او يو هتحتاج انك تعمل البيز كونفجريشن ديت للانترفيس عشان توصل لنفس شكل التوبولوجي دي. لكن قبل ما اخد يعني هاخد كابي اند بيست كونفجريشن وابدا نتاسك مع بعض بس مع بعض كده. بيقول لي كونفيجر اول انتر سويتش لينكس ما بين سويتش 2 و3 و4 بحيث انها تكون دايناميك اوتو، ما بين سويتش 2 و3 يعني سويتش ده وسويتش ده وسويتش ده كده كل الانترفيس بتاعته اللي هي 2 على 0 3 على 0 4 على 0 هتكون دايناميك اوتو. هتلاقي انه بيقول لك ان سويتش واحد كل اللينك بتاعته تكون دايناميك ديزايربل، يعني بمعنى اصح هلاقي ان التوبولوجي هنا كده سويتش واحد هيكون هو دايناميك ديزايربل، يعني اللينك الوحيده اللي هتبقى ترانك هي اللينك دي اللينك دي اللينك دي بس دي اللي كانت الترانك بالنسبه لي. ليه؟ لان هلاقي ان اللينك اللي تحت اللي هي معموله بالاخضر دي كده تبقى دايناميك اوتو من هنا ودايناميك اوتو من هنا، فمش هيبقى في ترانكينج، الترانكينج هيبقى على اللينكات اللي هي ايه كروس في النقط ديت، يعني بين سويتش واحد وسويتش ثلاثه هي لينك واحده، بين سويتش واحد وسويتش اربعه ترانك لينك واحده، بين سويتش واحد واثنين هتكون دايناميك ترانك لينك واحده. طيب نرجع للتاسك.
طلب انه يعمل سويتش 2 في دي سيرفر واثنين سوري سويتش 2 في دي سيرفر وواحد 3 و4 يكون كلاينت، يعني هيكون سويتش 2 في ان اف ار سيرفر كده، ده هيكون سيرفر في دي سيرفر، انما ده كلاينت 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 هياخد الفي لانز منه. إيه قال لك الفكره بقى نسيسري في لانز على سويتش 2 بحيث انها تتوزع على سويتشز كلها، وهتلاقي هنا بيقول لك حط بقى الانترفيسز في الفي لانز تاسك في تي بي بريتي ستريت فورورد، يعني مفيش اي في حاجه جايه يمين ولا شمال. بعد كده طلب في الاخير كونفجر راوتر مستيت على سويتش 2 على راوتر 6 بحيث ان يعمل راوتنج بين في لان على في لان 67146. لو بصينا كده تلاقي ان هي دي فعلا اللينك فرونت على راوتر 6، هعمل عليها سب انترفيس في في لان 67 وفي لان 146. نبص على الكونفجريشن عشان يعني نقوم التوبولوجي تبقى بالمنظر ده، انا اخدت كابي لي الكونفجريشن هعملها على سويتش واحد بيست هو طلب مني ان تكون الانترفيسز اللي هتكون بالمنظر ده زي يعني هات سويتش 4 يكون عنده 2 على 0 3 على 0 4 على 0 دايناميك اوتو، صح؟ انا عملت كل دول دايناميك زيرو، هرجع اغير معاك سويتش 4 كله دايناميك اوتو، سويتش 3 كله دايناميك اوتو، اخلي سويتش 2 كله دايناميك اوتو عن طريق الانترفيس رينج ده. يعني بص كده تلاقي ان عامل 2 على 0 3 على 0 4 على 0 2 على 0 3 على 0 4 على 0 على كل السويتشز، سويتش بوت مود دايناميك اوتو. يعني اخدها كده اروح على سويتش 2 و3 و4 سويتش 2 كده و3 و4 عشان وصلنا للتاسك اللي هو عايزه. طلب بعد كده انه عايز مين بي تي بي سيرفر، عايز سويتش 2 هيكون هو البي تي بي سيرفر وكلهم هيكونوا كلاينتس، والدومين اللي طالبه هيكون اسمه دومين سي سي اي، مفيش مشكله اقدر اعمل الكلام ده. اروح اخش على سويتش 2 بي تي بي سيرفر هو الديفولت بتاعي طبعا هو سيرفر، واقدر اقول له بي تي بي دومين سي سي اي اي، اقدر اخد ليست كونفجريشن من يوزعها لي موجود عندي الليست معايا كده. طبعا تقدر تجيبها من عباسنا كل الفي لانز اللي عباسنا تقدر تحطها في كمان دي لان. لو رحت عند سويتش واحد اقدر اخليه ان هو يبقى بي تي بي مود كلاينت، وسويتش ثلاثة بي تي بي مود كلاينت، وسويتش أربعة بي تي بي مود كلاينت. لو تو دو شو بي تي بي ستاتس الاقي ان هو فعلا كلاينت بدون سي سي اي دي، اخر ابديت كان جاله من 155.188 اللي هو فعلا سويتش 2. لو نفتكر الناس اللي كانت شغاله معانا راوتنج تبقى حافظه الكلام ده. ده كلاينت عدد الفي لانز 16، تو دو شو في لانز الاقي ان الفي لانز كلها اوريدي موجوده، سويتش 3 تو شو في لان موجوده كلها. نفس القصة سويتش 2 هو السيرفر، سويتش 1 لو تلاحظ الفي لانز قامت اب على ذلك ان هو الفي لانز وصلته. تعالى نبدا نقصين الفي لانز في الرسمه، يعني نيجي على سويتش واحد سوري مطلوب مني ان انا كونفجر سويتش واحد، خلينا يعني نبدا بسويتش اثنين مثلا اقول له انترفيس ايثرنت. احنا عندنا في 0 على 0 و 0 على 2 هيكونوا نفس الكونفجريشن، خلينا نخش على انترفيس رينج ايثرنت هيبقى 0 على 0 انترنت 0 على 2 سويتش بورت نو شت داون سويتش بورت نو اكسس سويتش بورت اكسس في لان 22 ستانينج 3 بورت بس عشان نسرع على الشغل بتاعنا. ايه كده خلاص ده بالنسبه ل 0 على 1 0 على 0 على 2 لو قلت انترفيس ايثرنت 1 على 2 نو شت داون سويتش بورت سويتش بورت نو داون خلاص ما عنديش مشكله. واي كان برضه اقول ستانينج 3 بورت بس بورت بس دي هتكون ترانك. نقدر نروح بعد كده لانترفيس ايثرنت 1 على 0 سويتش بورت سويتش بورت نود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 43. لو جيت لو قلت له شو تاني برضه ستاني 3 بورت بس دو شو سي دي بي نيبر هتلاقي ان انا شايف سويتش 4 سويتش 3 سويتش 1 سويتش 2 شايفهم على الانترفيس دي كده مفيش عندي مشكله، يبقى انا فعلا ماشي على الطول صح. دو شو انترفيس ترانك الاقي ان انا عندي لينكتين ترانك واحد على اثنين اللي هي نازله للراوتر للراوتر 6، وعندي اثنين على زيرو اللي هي راحه لسويتش واحد هي ترانك لينك برضه. انما لو طلعت 3 على زيرو 4 على زيرو هم دايناميك روتو فانا شايفه دايناميك. نروح نكنفجر سويتش واحد انترفيس ايثرنت 1
اكسس تكون اكسس بلان مع 6 بيست نقول له مش تايم او نعمل مش تايم دي تمام واحد على واحد سويتش بوت خلاص كده خلاص سويتش واحد بي شو اند بيست تايم لانه عنده فعلا 2 على 2 على 0 3 على 0 4 على 0 هم اللي بيعملوا تانكينج ناخد سويتش 3 بي شو سي دي بي نيبر لانه هو شايف فعلا 1 و2 و4 دو شو انترفيس ترانك ما عندوش لينك ترانك اكيد عنده مشكله في البي دي يو خليني اقول له انتر دو شو ران انترفيس 2 على 0 ايثرنت 2 على 0 معمول دايناميك ايثرنت 2 على 0 انا بس شوت داون كده وننتقل لسويتش 1 نرجع للسويتش ده بعدين انترفيس ايثرنت 1 على 0 سويتش بورت سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان 45 سكاي 3 بورت طبعا هو التاسك ما طلعش بورت فات بس عشان لو بنتست حاجه ما يبقاش عارف يعني بي شو انترفيس ترانك عنده فعلا 2 على 0 بس هي اللي بتعمل ترانك مع سويتش 1 نروح لسويتش 3 نقول له انترفيس ايثرنت يكون عنده 0 على 0 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان تكون في لاند هنا 43 لانه شت داون سبانينج 3 4 تست وعندي انترفيس ايثرنت 1 على 1 سويتش بورت سويتش بورت اكسس سويتش بورت اكسس 5 شت داون سبانينج 3 4 تست كده ما عنديش مشكله نروح على انترفيس ايثرنت 2 على 0 اللي هي ترانك لينك نو شت داون نشوف بتعمل ايه طلعنا عشان تقول inconsistent دي شو interface 1 دي شو spanning 3 لسه بس يعني I think على من spanning 3 يعني converge تبدأ trunk تشتغل مظبوط كده أصبح اللينك trunk مظبوط وما فيهاش مشكلة لسه على 2 على 0 لما يعمل converge هتبقى كل ال spanning 3 بتاعته في forwarding إنما لو تلاحظ كلهم في allowed list مفيش مشكلة لسه ما عملش converge كاملا لسه في ناس بتعمل ليرن اهي كده خلاص بقت الدنيا كلها مظبوطة بقت في الوردنج ستيت انا كده خلصت الجزء الجديد لان الساينت بتاعتي كان عباره عن اوتو سيكن كاركتر سب انترفيس انترفيس ايثرنت 0 على 0 نو شت داون انترفيس ايثرنت 0 على 0 بحاجه واحده encapsulation ده لو شغل راوتر مستيك ما كانش في كونسيرن طبعا عشان انا مش عارف في حاجه قوي كانت مشروحه من سي سي ان اي دوت وان كيو في 146 الاي دي ادرس المنظر ده كده و انترفيس عشان اقول له شت داون كمان ادي كتابه يعني انترفيس دي كانت 0.7 encapsulation دوت وان كيو كده الاي بي ادرس هيكون ده سوري نو شت داون المفترض دلوقتي ان انا يبقى عندي بيزك كونكتيفيتي ما بين كل الفيلانز وبعضها وتلاحظ ان انا هيقول لي انشور ان ريتشابيلتي ما بين الفيلانز وبعضها ما بين كل ناس في نفس الفيلان يعني لو جبنا هنا مثلا سي بي بي 2 وراوتر 2 المفترض يبنج على بعض لانه في فيلان 22 راوتر 1 المفروض يبنج على راوتر 4 الانترفيس ده يقدر يبنج على راوتر 6 برضه الثاني يعمل التست بتاعنا لو جيت عند راوتر 1 بنج على 135.1 المفترض البنج يجي كامل مظبوط كده كده في فعلا البنج كامل لو قدر يوصل لستة انا ما عنديش مشكلة في الفي لانز اي ثينك ان ستة لسه بيعمل كونفرج خليني اقول بي شو اي بي انترفيس 3 تو انترفيسز ان ستة بيعمل ستة اي ثينك ان بي ستانينج في كونفرجنز او احنا ما عملناش واحد على اثنين فرانك على سويتش 2 show interface trunk في عندي مشكلة في الترنك الاثنين على زيرو على سويتش مش هنقول interface ايثرنت اثنين على زيرو شت داون نرجع نرجع نشت داون مرة ثانية
at inconsistent state, change to true up, do show interface one. أنا بنطلب واحد على اثنين لسه بنزل كمان اثنين على زيرو. مظبوط كده بس لسه مبقاش عليها في الواجن كامل لسه الاسباني بتري دي شو اسباني بتري دي لان او 6 هيدي الانترفيس لسه بيعمل ليسننج بيبقى روت ويج اللي هو الانترفيس 2 على 0 اللي بيروح بيه للروت ويج اللي هو سويتش واحد ستيل ليسننج ده اليرمنج خلاص. يعني لو قلت على راوتر واحد بينج ريبيت 100 المفترض أول ما سويتش وأول ما سويتش اتنين يبقى فورد أطلع فورد كده البنج بتاعي يبقى كامل مظبوط كده أطلع على البنج بقى شغال راوتر واحد أربعة ستة شايفين بعض كمان من المفترض راوتر اتنين سوري راوتر فور الانترفيس ده يبقى شايف الباك بون 3 الانترفيس بتاع الراوتر هناك. يعني لو رحت عند راوتر فور لو قلت له بينج على 204.12.1.254 مظبوط يا بينج ريبيت 100 بينج بالنسبه لي ما فيهوش مشكله كل الجيلات شايفه بعضها من غير اي مشكله. يبقى ده كان التاسك بتاعنا وانجزناه بسهوله ما فيهوش اي مشكله. طلب مني بعد كده كونفجر في كي بي مود ترانسبيرنت. طبعا احنا عارفين ان الفي كي بي مود 3 سيرفر وكلاينت وترانسبيرنت. ترانسبيرنت ما بيستقبل يعني ما بيستقبلش الفي كي بي ابديتس من السيرفر يبقى له اتس اون داتا بيز بيرن الداتا بيز بتاعته هو تقدر تكتب عليه دي لاند من 1 لحد 4094 ما بيبقاش يعني لما يجي له ابديت بيعمل له ريبليكيت عادي ما فيش مشكله انما ما بيعملش ابلاي للابديت ده على نفسه في الداتا بيز. هو بيقول لي كونفجر سويتش 1 بحيث انه يكون ترانسبيرنت مود وامسح كل البريفيوس في لان وبعد كده كونفجر سويتش 1 دي لاند ديفينيشن اعملها ستاتيك بمعنى اصح على الديفايسز بتاعته. السؤال ده فيه تشيك بوينت لانه ستيل كل تاسك محتاج منك ان يكون فيه فول كونكتيفيتي للديفايسز. يعني هو طلب مني هنا ان انا احول خليني اجيب الرسم مره ثانيه. هو طلب مني دلوقتي ان انا اخلي سويتش واحد يكون في تو بي مود ترانسبيرنت. الراجل ده هيبقى ترانسبيرنت وامسح الداتا بيز بتاعت الجي انز اللي عليه تمام. فاقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ خلينا نحوله ترانسبيرنت نرجع للقصه دي تاني. طبعا هو اللي كان السيرفر مين؟ كان السيرفر سويتش 2 ده كان سيرفر. فانا هخلي الراجل ده يبقى ترانسبيرنت يبقى الداتا بيز بتاعته كمان همسح كل الفي لانز اللي عليه. فاقدر اقول له اجي على سويتش واحد كده اكزيت اقول له بي تي بي مود ترانسبيرنت خلاص ده بقى ترانسبيرنت. فممكن اقول له نو في لان من كام لكام من 1 من 2 لحد 1001 خلاص كده افترض اقول له شو في لان كده ما عادش عنده في لان خالص بعد كده رجع للديفولت مفيش مشكله. طلب مني في التاسك ان انت تبدا تكونفيجر سويتش 1 with only VLAN definitions necessary to obtain basic connectivity between devices with Ethernet segments. يعني ان سويتش سوري راوتر واحد وسويتش واحد يبقوا شايفين الدنيا زي ما هم عادي. يعني على سبيل المثال اوضحها على الرسمة انا عايز كونفيجر بيزك كونكتيفيتي. ركز معايا بيزك كونكتيفيتي يعني كونفيجر في لانز هنا تقلعه ان يفضل راوتر واحد راوتر واحد يقدر يبنج عادي خالص على راوتر اربعه هنا وعلى راوتر سته هنا بالفي لانز بتاعته وستيل هو عنده في لان 58 فبرضه يقدر ان راوتر خمسه يقدر يمشي من عنده مفيش مشكله. اي في لان هتبقى ترانزيت كمان هتاخد ترانزيت لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى هقولها كونفجر عنده. يعني حد عندي هنا في لان 58 في الرسمه تاني هكونفجر عنده في لان اوريدي هو بياخدها ترانزيت عشان يوصل تمام. عشان نعمل حاجه زي كده نتشيك الاول الفي لانز. ركز معايا الفي لانز اللي تكون لوكالي كونفجر ليها علاقه بسويتش واحد من ناس اتاتش يعني زي في لان 58 وفي لان 646 بلس كمان هتبقى جزئيه الانترفيس في لانز الموجوده عنده. يعني نعمل تشيك لحاجه زي كده do show interface show IP IP interface read exclude and assign. لو تلاحظ عندي VLAN 7 و67 و79 دي interfaces موجودة عندي فهيبقى التوتال بتاعي كده 58 و 146 عشان الناس تبدأ تشوف بعضها ال VLANs اللي هي already أصلا configured على switch واحد لسه. ستيل كمان مين بياخد switch واحد transit عشان يبدأ يخرج لبره
تلاقي ان عندك فيلان 43، ركز معايا كده، ستيل راوتر 4 في فيلان 43 صح، وعندي بي بي 3 في فيلان 43 مفروض كده، فستيل باك بون 3 عايز يكلم مين؟ راوتر 4. احنا اوريدي كنا عملنا تشيك ان في كونكتيفيتي ما بينهم ومفيش مشكله، يعني شايفين بعض. دلوقتي لازم الفيلان 43 دي يتعمل لها كونفيجر فين؟ على سويتش واحد. ليه؟ لان يعني سويتش واحد حاليا هو الروت بريدج، معنى ذلك ان الترافيك بيطلع من دي لون تاني، الترافيك بيطلع هنا كده سويتش 2، سويتش 2 بيطلع للروت بريدج. الروت بريدج لازم يكون عنده سبانينج تري انستنس للفيلان اللي هي 43، عشان من كده يبدا يشوف الديزاينر كود بتاعه يكون الانترفيس ده بيوصله. هتقول لي طب ليه ما عملتش لفيلان 22؟ هي فيلان 22 لما تقعد تكلم فيلان 22 مش بتسكيل بره سويتش 2 صح؟ انما ستيل يعني يو نو، لو كان عندي في سويتش 4 هنا راوتر في فيلان 22 كان لازم اعمل هنا فيلان 22 عندي سويتش 1. ليه؟ لان نفس القصه فيلان 22 عشان تطلع كده تطلع للروت بريدج، الروت بريدج هيبدا يبعتها هنا كده، هتاخد مين ترانزيت؟ تاخد سويتش 1، فلازم كنت اكاريت الفيلان دي على سويتش 1. يبقى الليست بتاعتنا اللي هنكاريتها مين؟ يكون عندي الانترفيس فيلانز اللي عندي سويتش واحد اللي هم الثلاثه دول كده، زائد 146 زائد 58 146، والوحيده اللي هترانزيت عندي هي 43. نبدا نعمل كونفيجر للكلام ده ونعمل تيست للكونكتيفيتي. هعمل لها تيست الاول ويزاوت ان انا اكاري فيلان 43، وبعد كده نبدا نشوف الكلام ده. انتر سوري هنكاري فيلان، فيلان كام؟ فيلان هنكاري 7 الاول، اي ثينك ان هو كده فيلان 7 وفيلان كام؟ 8 5 سوري 5 8 احنا قلنا نكاري الانترفيس الاول 6 7 7 9 1 4 6 ك 2 هم 2 كانوا اوريدي موجودين عندي، وناقصنا كمان بلاش ال 43 دلوقتي عشان نعمل تيست. انا مختار دلوقتي الفيلانز دي كاريتد، لو تو دو شو انترفيس ترانك الاقي الناس كلها نزلت عندي في الالاود ليست، لسه ما نزلوش في الريوردنج، لان لو تو شو سبانينج تري هلاقي ان هم لسه في ما وصلوش في الريوردنج، لسه في مرحله الليسننج بالنسبه للفيلان 7 انصحهم بالنسبه 146 ل 58. مره ثانيه بقى في الليرننج كده خلص فيلان كده فيلان 1 4 6، لان هم كلهم لسه في الليرننج. دي شو كده خلاص كلهم اب، دي شو انترفيس ترانك كده كلهم بقى اب، لان الانترفيس فيلان معنى ذلك هو حسها. ستيل راوتر واحد يقدر يبنج ولا ما يقدرش يبنج؟ نشوف كده يقدر يوصل لستة ولا لأ. يقدر يوصل لستة، مختار انه يقدر يوصل لأربعة برضه، يقدر يوصل لأربعة مفيش مشكلة. بس ستيل لو جينا عملنا تيست من راوتر أربعة مش هلاقي عندي كونكتيفيتي. ليه؟ لأن الترانزيت بتاعته لما تيجي عند سويتش واحد بتقع، لازم لو جيت بصيت عند سويتش واحد مش هتلاقيها في الألاود ليست، ملهاش سبانينج تري عندي. كنت لازم أقول له فيلان 43 ودي شو سبانينج تري فيلان 43، هي لسه في مرحلة الليسن، هنا راوتر 4 لسه قاعد يدروب باكيتس، انما لما يبدا المرحله دي تعدي الليسن والليرن لسه ليسن، لما تدخل ليرن وتوصل لفورورد بيبقى تلاقي راوتر 4 بدا يعمل بينج عادي مفيش مشكله. دي كانت من ضمن التريك بوينتس الخاصه بالبي تي ترانسبيرنت، عشان لما تبدا تعمل اسوشيت للفيلانز بنفسك ما تتبعش وتعمل الفيلانز للناس الكونكتد بتاعتك بس، لو راح البنج ولا يشتغل عادي ما فيهوش مشكلة. اوكي كده احنا قدرنا نعمل بيزك كونكتيفيتي بالبي تي بي ترانسفير. اوكي طلب مني بعد كده نبدا كونفيجر البي تي بي بروننج، قال لي رجع مرة ثانية سويتش واحد للكلاينت عشان ترجع الماية لمجاريها ثاني، عشان نقول سويتش واحد بي تي بي مود كلاينت كده الداتا بيز اتغير، بيشو فيلان تلاقي الفيلان كلها بقت ايه خاصة بالبي تي بي سيرفر، بيشو بي تي بي ستاتس هتلاقي ان انت اصبح عندك 16 فيلان بدل الاربعه اللي احنا كنا كاريين او خمسه كده، بقت نفس الكونكتيفيتي مفيش اي حاجه اتاثرت. انما هنا بيتكلم عن جزء البي تي بي كونينج، بيقول لي انيبل بي تي بي كونينج بحيث ان اللاير 2 برودكاست دومينز وبرودكاست ريبليكيشنز ما يتعملش مينيمايز. طبعا احنا عارفين من سي سي ام بي جزء البي تي بي كونينج ان السويتش اللي مش عنده الفيلان مش مالوش داعي انه يبدا يتعمل لها فورورد لوك. يعني على سبيل المثال لو جبنا الرسمة بحيث إن احنا نوضحها مرة تانية سريعا كده as a review، يعني لأن دي برضه من الـ topics المهمة. احنا عارفين سويتش 2 هو سيرفر،
معنى ذلك ان ناخد مثلا فيلان اكس 1 وفيلان اكس 2، بلاش اكس 1 اكس 2 خلينا نشتغل بالارقام. سويتش 4 عنده فيلان كام؟ عنده فيلان 146 مظبوط، بس نتيجه ان ده في تي بي كلاينت سويتش 1 سويتش 2 هو سيرفر هيديله كل الفيلانز صح؟ هيتعمل لها ادفرتايز كده وسويتش 1 يعمل لها ادفرتايز كده لسويتش 4، بما يعني ان في السويتش 1 هيكون في سبانينج تري انستنس في الفورواردنج مود، فورواردنج مود كل الفيلانز اللي هتبقى موجوده هنا صح؟ طب ده هيأثر عليا ولا مش هيأثر؟ هيأثر عليا جامد جدا، لان اوريدي سويتش 4 ما عندوش حد في فيلان 22 على سبيل المثال. فلو حصل ان راوتر 2 ده حب يبعت داتا فاول مره بيبعت انون يونيكاست فريم، هو عامه بيبعتها للسويتش، السويتش ما يعرفش لسه الديستنيشن ماك ادرس، بيبعت انون يونيكاست فريم يعني برودكاست اوت اول بورتس اكسبت ذا اوريجينال بورت، مع ذلك ما يبعتها على كل بورتس احدهم ابسون كلينك دي، هذا برودكاست هيطلع بما ان هنا في انستنس موجوده للسبانينج تري انستنس في 22 وموجوده هنا هيبعت البرودكاست هنا والبرودكاست هنا، حين سويتش 3 ما عندوش 22 وسويتش 4 ما عندوش 22 نفس الوقت لما هيجي هنا هيبدا يعمل الكلام ده از بودكاست. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا اوفر لود في النتورك، وهنا جت فيتشر البي تي بي كلوننج. البي تي بي كلوننج بتعمل ايه؟ ان كل سويتش بيبعت حاجه اسمها في لان ريكوست، اوكي؟ بيبعت يقول لي انا زي مثلا انا عندي هنا في لان اسوشيتد ليها بورت، يعني مش جاست في لان موجوده كده كده الفي لان داتا بيز هتبقى موجوده عندي كلها، يعني في لان 22 هتبقى موجوده في الداتا بيز بتاعت سويتش 4، بس سويتش 4 مع طلب مش هيطلبها في ريكوست الفورواردنج من سويتش 1 اللي هو الاب ستريم بتاعه، وبالتالي سويتش 1 مش هيحطها فورواردنج، مش هيحطها على بورت 4 على 0 في الفورواردنج، اوكي؟ لان ده ستيل هو روب بريتش هيفضل محتفظ بيها، انما مش هيخليها على الفورواردنج على 4 على 0 ولا على 3 على 0، لكن على العكس فيلان 43 هتبقى فورواردنج على 3 على 0 عشان تعمل انيبل البي تي بي كلاينت بتتعمل على البي تي بي سيرفر مود بس، يعني اعملها على سويتش 2. طبعا هو هنا جه قال لي انيبل البي تي بي كلاينت، واتاكد من الكلام ده من شو انترفيس كونت. لو جينا على التوبولوجي كده وبصيت على سويتش 1 تو دي شو انترفيس كونت، لان كل الفيلانز بص انا يهمني الحته دي كده ماليش دعوه بالالاود ليست، خلينا سيبنا من الالاود ليست دلوقتي، دي ليست اوف فيلانز اللي ممكن تعدي على الكونت لينك، انما الجزئيه اللي هنا هي الفيلانز اللي ودي فورواردنج ستيت بالنسبه للسبانينج تري. هل سويتش هنتست على سويتش 4؟ سويتش 4 خلينا نعمل تشيك برضه شو سبانينج سوري بيشو انترفيس كونت، هتلاقي ان كل الفيلانز اللي موجوده عنده احدهم فيلان 22 وهي ما تخصوش وهي في الفورواردنج مود، ونتيجه ذلك هي موجوده اوريدي اصلا في شو فيلان 22. بعد ما نعمل انيبل للفي تي بي كلوننج هلاقي الموضوع ده اتغير شويه، هاجي على سويتش 2 اللي هو الفي تي بي سيرفر اتاكد بيشو في تي بي ستاتس بيشو في تي بي ستاتس، هلاقي ان انا فعلا ده سيرفر، وبالنسبه للفي تي بي كلوننج مود هي اوريدي ديسيبلد، فانا هقول له في تي بي كلوننج ذاتس ات، خلاص كده اصبح بيعمل كلوننج بيشو الفي تي بي ستاتس، هتلاقي ان اصبحت الفي تي بي كلوننج انيبلد. تلاقي سويتش واحد طلعت مسج بتقول او سيستم بتقول ان البي تي اصبح انيبل في البي كونين سويتش ده في شو بي تي ستات فعلا انيبل هنا اهي سويتش 4 حس برضه القصه. ايه التغيير بقى من وجهه نظر سويتش 4؟ ركز معايا هنا عند سويتش 4 ده شو بي تي بي سوري انترفيس ترانك ستيل الفيلانز عنده في الفورواردنج عادي، انا يهمني مين ده؟ سويتش 1 قبل ما امشي هنا بيشو فيلان اوريدي موجوده عادي مش هوقعها ولا اي حاجه. طب ليه هي موجوده كده؟ عشان لو حد هنا بيعمل راوتنج بين فيلان، لو انا عامل راوتنج بين فيلان وعايز اكلم 22 اوكي، ففي الحاله دي خلينا نروح لسويتش واحد نبدا نقول بقى ايه شو انترفيس كونت مره ثانيه، قارن بقى ما بين الاوتبوت اللي فوق ده اللي قبل الكلوننج والاوتبوت ده ما بين بعد الكلوننج. خلينا ناخد ايثرنت 4 على 0، مين اللي في الفوروردنج؟ 10 و 146. اللي ليه 10؟ ال 146 اهي، وال 10 هي انترفيس في لاين موجود هنا عند سويتش 4. لو عملنا تشيك على يو شو اي بي اكسكلود اند ساين، هتلاقي ان عندي فعلا في لاين 10 موجود عندي، ودي اللي اتعمل لها الاوت بس على 4 على 0، انما هتلاقي على 3 على 0 عند في لاينز ديت، ان هتلاقي عندي انترفيس في لاينز، انما 2 على 0 هتلاقي عليه الاوت في لاينز دي.
كده اصبح متحكم فيها، والبيج اللي هو بالنسبه لي انا هنا خالص فين سويتش. اوكي فاحنا كده فهمنا الجزء الكونتورنج بيخفف الحمل على النتورك ويخلي الموضوع سهل. بس نرجع للتاسك بتاعنا، طلب مني ان انا ابدا اعدل في الكونتورنج اليجيبل ليست. الموضوع ده يا جماعه ساعات بيحير ناس كتير وبيخلط بينها وبين الترانك الاود او الفيلانز الاود على الترانك، ثم بسويتش فور ترانك الاود فيلانز. الموضوع بسيط، ان الرول بتاعتنا خلينا نثبتها كده، اننا كل الفيلانز all VLANs eligible to be prone. يعني ايه؟ اي VLAN على سويتش، على اي سويتش قابلة او معرضة، يعني المعرضة ده افضل تعبير لينا، معرضة ان يتعمل لها prone. يعني ايه يتعمل لها prone؟ لو لو downstream neighbor بالنسبة لي ما طلبهاش انا عاملها prone. اوكي يعني طبق المثال ده على سويتش واحد، الفيلانز من واحد من اثنين عشان نبقى اكيوريت قوي ل 1001 الفيلانز دي كده، يعني طبعا مفيش عندنا اكستندد مود عشان احنا كلاينت وسيرفر اكستندد من بي ترانسبيرنت. اي فيلان في الرينج من 2 ل 1001 لو النيبر بالنسبه لي انا كسويتش واحد من اب ستريم اللي تحتيه دوت داون ستريم، لو الداون ستريم نيبر اللي هو تحت ده ما طلبش مني الفيلان 90 مثلا انا هعملها كلون. ليه؟ لان 90 دي انا لما جيت سويتش واحد بصيت عليها في الاليجيبل ليست، يعني الفيلانز المعرضه او المسموح لها انها تعمل لها كلون، هي اول فيلانز. طب لو انا عايز فيلان ما يتعملهاش كلون خالص اخرجها من الاليجيبل ليست، احنا الاليجيبل ليست مين الموجود فيها؟ كل الفيلانز. انا اديت في الليست دي بحيث ان الفيلان دي ما يتعملهاش كلون، وهو ده التاسك اللي بيتكلم عنه. بيقول لي edit cloning eligible list to ensure that traffic for VLAN 7، بحيث انك تتاكد ان traffic for VLAN 7 بيشتغل على كل trunk links. ماشي، طبعا لو انت تلاحظ عند سويتش واحد مفيش VLAN 7 بالنسبه لللينك اللي راحه على 4 على 0. سوري مظبوط كده، 4 على 0 مفيش VLAN 7. انا يهمني بعد ما اعدل الكلام ده يكون في اوريدي VLAN 7 على كل trunk links. ليه؟ لانها اصبحت مش في الكلونينج الاود ليست. خلاص فبعمل الكلام ده نفس القصه برضو على مين؟ على السويتش اللي هو الخاص بالبي تي سيرفر. ببدا اخش على الانترفيس، سوري نقول له انترفيس ايثرنت. طب احنا مش هنعملها على الراجل ده، هنعملها على سويتش واحد، هقول له انترفيس ايثرنت ايثرنت رينج، نقول له انترفيس رينج ايثرنت ايثرنت 3/0/4/0 ايثرنت 2/0. ببدا اقول له سويتش، مش مذاكر كمان سويتش بورت، سويتش بورت خليني اشيك مش متذكر كمان سويتش بورت كون، لا كونينج مظبوط كونينج VLAN. ببدا اقول له الليست بتاعت الفيلان اللي هي معرضه للكورنج، احنا كنا ديفولت من غير ما اعمل اي حاجه هي الاول صح؟ فانا عايز مين؟ لو تلاحظ في الليست عندي هنا قال لي انشور ان فيلان 7 تبقى موجوده حتى لو النيبر ما طلبهاش، يبقى انا ممكن اقول له ايه؟ من 2 ل 6 صح كده؟ ومين بقى تاني؟ من 8 ل 1001 صح كده؟ دول كلهم معرضين ان يتعمل لهم كورنج ما عدا مين في النص؟ سبعة. سبعة ما تدخلش في لستة الناس اللي معرضة انها تعملها بتونينج، وبالتالي لو جيت ويدو شو انترفيس ترانك تلاقي ستيل لسه فيلان سبعة هي نزلت على مين؟ على كل ترانك لينكس بتاعتي، مفيش مشكلة. طبعا في فيلانز تانية ممكن تنزل، لكن انا بتكلم دلوقتي على فيلان 7 اللي هي دلوقتي موجودة ما بيتعملهاش بتون، لان النيبر تحت ما طلبهاش مني، مع ذلك حطيتها فين؟ في سيناريو الفوروردنج بالنسبة لي. نتيجة ايه؟ نتيجة ان هي اوريدي مش موجودة في الكونينج الاود ليست. اوكي طلب مني في التاسك اللي بعد كده اشتغل لير 2 ايثريد شانل. مشكله الاي او يو ان هي مش بتسبورت ايثريد شانل، هي اوكي في بعض الاي او يو بتعمل ايثريد شانل، في بعض الاي او بتعمل ايثريد شانل، بتعمل مشكله يعني عامه، انما الكونفجريشن بتاعت الايثريد شانل هي بتبقى ستريت فورورد. لو تلاحظوا قال لك امسح كل الكونفجريشن 1 2 3 4، هو عايز الاول انتر سويتش لينكس ما بين 2 و 3 و 4 يبقوا دايناميك، نفس القصه بالظبط، يعني التوبولوجيا هتتحور وتبقى بالمنظر ده.
هنا اوريدي اصلا دول كانوا في الاصل ثلاث لينكات، اوكي، ما بين كل سويتش كانوا ثلاث لينكات كده. خلاص هو عايز يعمل ايه؟ نفس السيناريو اللي فات، كل لينكات تبقى باندل ويبقى الترانك تبقى دي بس، ودي ترانك ودي ترانك، وهما نفس القصه اللي بيجوا في الشانل برضه، ما فيش مشكله. بتقدر تستخدم تو بروتوكولز، يا اما باك بي يا اما ال اي سي بي، يا اما تشتغل بالمود اون. لو عايز تعمل نيجيشيشن يبقى في عندك تو بروتوكولز للنيجيشيشن. لو باك بي عندي الاوتو والديزايربل، ده التو مودز بتوعها. لو عندي ال اي سي بي تبقى اكتف وباسيف. بس خلاص كده ده الكونفجريشن بتاعت الايثر تشانل. طبعا لو تلاحظ هنا الاخير قال لك these links should not use dynamic ether channel initiation. يبقى انا زي كده هقول له channel group 1 mode on، مش هقول له ايه، مش هقول له اي كود. طبعا هنا بدا يقول لي modify ether channel تستخدم باك بي، الموضوع سهل وبسيط. انا استخدم ال اي سي بي، الموضوع برضه مفيش اي حاجه. هنا تريك بوينت قال لك اعملها layer 3 ether channel. انا هديك basic configuration. هنفترض ان انا الانترفيس بتاعتي 0 على 2 0 على 3 0 على 4. اخش اقول له انترفيس رينج ايثرنت 2 على 2 على 0، ايثرنت 3 على 0، ايثرنت 4 على 0. في نقطه انا بتكلم علشان اعملها ايثر تشانل. اول حاجه عشان تقوم الايثر تشانل، نو سويتش بورت على الانديفيديوال لينكس. خلاص ليه؟ لان انت لو عملت كده، لو قلت له شانل جروب 1 مود اون، كده هيقوم ايثر تشانل لاير 2، يعني البندل لينكس والفيرجوال انترفيس للبورت تشانل 1 هيتكريت لاير 2، وبالتالي هيبقى صعب انك تغيره في لاير 3. حتى لو رحت على الانترفيس البورت تشانل 1 والفيرجوال انترفيس وتون سويتش بورت هتواجه مشاكل. يبقى الافضل ما اقولش كده. الموضوع يتعمل ازاي؟ تاخد دي كده كنترول اكس، تبقى بعد دي كده تحول الاول نو سويتش بورت، وبعد كده تبدا تكريت الانترفيس، وبعد كده ابدا اروح على طول على الانترفيس بورت تشانل 1 نو سويتش بورت و اي بي ادرس 10.0.0.1. انت صعب تبدا تكمل الكونفجريشن من غير ما يبقى في مشكله. يبقى الفكره بس وانت بتقوم ايثر تشانل على الريل سويتش او الهارد وير سويتش، تبدا تعمل الايه، تلغي اللاير 3 سويتشنج، وتبدا تخليها لاير 2 سويتشنج الاول، او العكس، او انت تعمل لاير 3 ايثر تشانل تبدا تحولها لاير 3 وبعد كده تبدا تشتغل. ريكومندد دي طبعا جايه من عندي، ريكومند انك تقوم داخل كده قبل دي كمان، تقوم طالع اللوك شات داون الاول، تبدا تشتغل في الكونفجريشن بتاعتك، وفي الاخير تقول له نو شات داون. نفس القصه مع بورت تشانل، وهيقوم بالنسبه لك تبدا تعمل شات داون شات داون، بحيث انك تتاكد ان مفيش اي مشكله. طبعا الموضوع ده محلول في النكسس، لو الناس اللي اشتغلت في السنتر اشتغلت نكسس باي ديفولت. انا بدخل اعمل شت داون للانترفيسز، اقوم ايثر تشانل وابدا اعمل شت داون للانترفيس، وكان فيها كمان سيكونس انك بتكريت الانترفيس بورت تشانل اول. ده طبعا مش مانداتوري، انما اوبشنال انت تبدا تعمل حاجه زي كده، بحيث يبقى ما فيش عندك مشاكل في الاوبريتنج سيستم نفسه وهو بيحاول يبدا يعمل سيكونسنج للاوردرز بتاعته. لحد هنا التاسك بتاعنا انتهى. بيبدا يقول لي ريز وريلود مره ثانيه بحيث انه ينتقل لتاسك ثانيه. فهنعمل ستوب للفيديو ده ونكمل بقيه التاسكات في الفيديو الجاي. شوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.